e anagno sera cert, ob sa sopra ote an para retiran do fiai o sa hai posaras. Zem se pas, along the axe of grass, to be stored and released from the posterior pituitary as a result of what we call calcium dependent exocytosis. هنعمل النهارده بقى باذن الله اول هرمون فيهم اللي هو ال ADH او الفازوبريسين. ال ADH او الفازوبريسين ده عباره عن نون ابيتايت. نون ابيتايت يعني مكون من 9 امينو اسيد. اول واحد في هذه الامينو اسيد ارجينين، عشان كده بنسميه ارجينين بازو برسين. ولان خدوه كاسم تجاري اسمه السوق اسمه اي بي بي ارجينين بازو برسين. هذا الارجينين بازو برسين بيطلع من ايه؟ بيبقى بقى شويه. هنعرف كمان شويه ان الاي بي اتش السكريت الثاني فروم ذا سوبرا اوبتيك نوكليار. واي الاوكسيتوسين السكريتد مانلي فروم ذا بارا فيتيكا نوكليار. يبقى هما الاثنين دول بيصنعوا تو هرمون. لكن الاي بي اتش اساسا بيطلع من السوبرا اوبتيك نوكليار وليس اكستنت من البارا فيتيكا. العكس من الاوكسيتوسين بيطلع من البارا فيتيكا نوكليار وليس اكستنت من السوبرا اوبتيك. يبقى هذا الارجينين بارا فيتيكا از ريز فروم أول حاجة from the supra optic nuclear. يطلع هذا الـ APP زي ما اتفقنا يمشي along the hypothalamus و hypophysial tract بالـ exoplasmic flow عشان stored and released from the posterior pituitary عشان يخش على الـ systemic circulation. ركز بقى معايا. لكن كمان بيطلع تو ليس اكستنت بكميه اقل من البارا فنتريكولا نوكليار. اللي بيطلع من السوبرا اوبتيك نوكليار مباشره يخرج من البوستيريور بيتوتري على البلاد سيركيليشن. لكن اللي بيطلع من البارا في الكيمياء النوكليار يروح لفين؟ ركز بقى معاك. لو نفتكر الريليزنج والانهيرنج هرمون كان بيصنعه فين؟ يس. بس احنا شايف ان احنا بنفكر في ثلاث كور غريب كده في دماغنا حاجات وسط. بيطلع فين؟ بيطلع من الميديان امينس اللي هي عباره عن ايه؟ كوليكشن اوف ميني نيرونز. جايين من ايه؟ من الفنترو ميديا نوكليار، من الاكويت نوكليار، من البري اوبن نوكليار اند بارا فنتيلا نوكليار. يبقى البارا فنتيلا نوكليار بتلعب يعني ايه؟ بتطلع الريليزنج والريليزنج هرمون اللي هيوصلوا للانتيريور بيتوتري من خلال الهايبو سلام وهايبو بوسيام فوق السيركيليشن. وبتطلع الـ ADH اللي برضه هيوصل للانتيريور بيتوتري. ركز بقى معايا بيحصل ازاي؟ يطلع من البارا بيتوتري النوكليار هذا الـ ADH بيكون كونسكريتد. يعني ايه كونسكريتد؟ يعني يطلع معاه في نفس الوقت الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. ايه الهرمون ده؟ ده احد الريليزنج هرمون اللي بيطلعوا من الهايبوثالامس اللي بيوصل من خلال الهايبوسلام هايبوثيزيان بريد سيركيليشن عشان يوصل لفين؟ يوصل للكورتيكوتروبس عشان يعمل ايه في الكورتيكوتروبس؟ يطلع منها ACTH. طب لما يطلع منها ACTH
Άγια. Βγαίνει σόν αιμότα βεγέχει. Ο μενές αν μου ελπάζω πεσίδι, θα μου ελπάζω πεσίδι. Τι. Ασέ βγαίνει λίγο. Βγαίνει αιμότα βεγέχει, θα βγαίνει φάει πρέσσα και φέτε. Βάζω πεσίδι. Ή, τα ζωμόν, είναι βγαίνει φάει πρέσσα και τα πέσσε. Σουχάλλα. Να δεις, να γίνει χάρα. لما العيان ده هشوف كمان شوية عنده سيفير هايبوبوليميا ضغط الدم قليل أنا عايز أرفع ضغط بأي طريقة هعمل إيه؟ أطلع إي دي إتش يعمل إي دي إتش ده يعمل وورد ريتنشن وإحنا عارفين 90% من البلازما عبارة عن مية لما زود المية زودت حجم البلاد فوليوم زودت البلاد بريشر وسبحان الله نفس هذا الـ ADH يطلع معاه الكورتيكوتروفين ريليزنج هرمون مع الضغط الوطي يعمل ايه في الاخر؟ هيطلع كورتيزون اللي هيعمل صوت اند ووتر ريتنشن في رفع الاكسبريشن يعني بيطلع معاه واحد تاني عشان يساعده يرفعه ضغط الدم ده احنا اكتر من كده ده هنعرف كمان شويه ان الـ ADH النون ابيتايت والسي ار اتش نون ابيتايت يوصل الكورتيكوتروبس لها ايه؟ يا كورتيكوتروبس انا مش اي دي اتش انا الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون فيطلع منها ايه؟ تستجيب لها الكورتيكوتروبس وتطلع اي سي دي اتش اللي هيطلع كورتيزول وبالتالي يزود البلاد فوليوم اند بلاد بريشر اللي هو كورتيزول يبقى بيطلع الـ ADH من الـ Super Optic Nucleus على طول على System Circulation from Posterior Pituitary و also secreted co-secreted مع الـ Corticotropin Disease Hormone عشان يوصل للـ Anterior Pituitary Corticotrops to stimulate this cell to secrete ACTH which increase the cortisol level in blood so increase the salt and water retention and increasing blood volume في حالات الستريس في حالات الواحد جاله تروما هايبوفولينيا جاله هيموريتش يطلع هذا اللون يبقى ده سايت اوف ريليز اوف ذا اي دي اتش يطلع الاي دي اتش يشتغل على ريسبتورز هذه الريسبتورز موجوده فين؟ مهم جدا 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 موجوده فين هذه الريسبتور؟ موجودة جزء منها في الكيدني وسميها رينال ريسبتورز وجزء منها خارج الكيدني بنسميها اكسترا رينال ريسبتورز. What is the mechanism of action of the ADH receptors? الفازوبريستين له ثلاثة ريسبتورز ركز بقى معايا مهم جدا جدا لو فهمت دي هتبقى المحاضره كلها لو فهمتهاش هتبقى بتكلم خلاص عندي ثلاثه ريسبتورز لفازوبريستين V1 ريسبتور V2 ريسبتور V3 ريسبتور ال V1 بنسميها اسم تاني V1A وال V3 بسميها اسم تاني بسميها V1B وهنعرف ايش الممكن. طيب ده عباره عن بيبتايد هرمون لونها بيبتايد تفتكر الريسبتور موجوده فين؟ بص يا حاج انا شايف ما عندي كده بس حاج ما تفكرش في حاجات كويسه عشان العيد بقى ولبس العيد بقى وتعمل ديفرتين كده وحاجات حلوه. موجود الريسبتور فين؟ عسل على السيل ميمبرين ولا في السيتوبلازم ولا في النيوكليوس؟ ده موجود on the outer surface of the سيل ميمبرين. نوع ايه الريسبتور؟ واحد من اثنين زي جروث هرمون كان اسمه انزيم ليكينج ريسبتور. لكن ده عباره عن ايه؟ ده جي بروتين كفرد ريسبتور. يبقى الثلاث انواع من الريسبتور دول كلهم جي بروتين كارد ريسبتور جي بروتين جي بروتين جي بروتين كارد ريسبتور لما يمسك الاي دي اتش في الفي 1 ريسبتور
من خلال stimulation للجين بروتين will activate phospholipase C. ركز بقى معايا. هذا phospholipase C when activated هيأكد على مين phospholipase C؟ حد يفكرني كده؟ عشان هو محتاج بالصوت. فاضل كم ساعة بس؟ يس. بيشتغل ازاي؟ بيستيميليت الفوسفولايبيز سي. يعني ايه الفوسفولايبيز سي ده؟ من دولار الله يخليك اللي جنب بيوتكم الله يخليك والورا بيوتكم هيكون كان بيشتغل على الميمبرين فوسفوليبيز اسمه فوسفوليبيز ان السيتوار وايبوسفين يعمل ايه؟ يطلع عندنا حكيه انستول ترايبوسفين اند اسايجس. ركز بقى معايا هنا ده بيعمل ايه؟ من خلال استيميليشن الفوسفولايبيز سي هيزود لك انستول ترايبوسفين يعني يزود اكستول فوسفين سيستم اللي بيعمل ايه ده؟ ده كابيتاليزم موبيلايز الكالسيوم وريس الصور هي موجودة في الكالسيوم في مكانين جوه السيل يا ميتوكوندريا يا اندوبلازميتيكوم فيزود لك مين؟ يخرجهم من الصور ويحطهم في السيتوبلازم يزود لك الانترا سيلر كالسيوم. وقلنا قبل كده الكالسيوم في اي سموث مصر بيعمل كونجكشن لكن لو نان مصر فيش يعمل مصر بلوك يعمل سكريش هو جميل الكالسيوم لما يجيب جوه سيتوبلاز على حسب نوع الخلية لو الخلية دي مصر فيش يعمل فيها كونتراكشن لو الخلية دي نان مصر فيش اي خلية تانية يعمل فيها سكريش. هل انا جبت سيرة الداي اصير جلسون؟ مفيش. يبقى هذا الاسود هيفوسفين هذا الليمف انا عندي تو ليمف داي اصير جلسون الاسود هيفوسفين هو ده هذا الفي 1 بيشتغل من خلال هذا التصوير ليس له علاقة تماما بمين؟ بالداي اصير جلسون عشان ما تعرفوش اروح داخل على بي 3 اللي هي بيسميها في 1 بي من خلال الجي بروتين كارب ريسبتور يشغل لك مين؟ السيل ميمبرين فوسفو لايبيز سي. دكتور ما تسال احنا بنقول هذا الفوسفو لايبيز سي هيأكد على الميمبرين فوسفو ليبيد ويطلع منها الداي اساين جلسر النيفل بورشن بتاعه اللي اسمه اراجيكونيك اكتف يؤدي الى زياده البروستاجلاندين سينثيسيس وهذا البروستاجلاندين سينثيسيس والميديت ميني افكت اوف اي دي اتش. هل انا جبت سيره الديسوردر اتموسفير هنا؟ ليبر معنى كده ان ايه؟ ال V1A منها بقى ان هو بيشتغل على 1 نمب بس من الاستوتريكوسفين ملوش دعوه بالداي اصير جلسون. ال V1B بيشتغل على نفس الانزيم هو بس ملوش دعوه الاستوتريكوسفين بيشتغل على اي نمب على الداي اصير جلسون اللي هيطلع لك البروستاجلاندين وهنعرف كمان شويه البروستاجلاندين دي اسمها البروستاجلاندين E2 يبقى غيرت الكوستر يبقى ليش سموها في 1 اي وفي 1 بي؟ لان هما الاثنين بيشتغلوا على الفوسفور بي سي. واحد بيشتغل على 1 لمب بس ويقفل اللمب الثاني اللي هو في 1 اي بيشتغل على الاسود هايبوسفين. والفي 1 بي اللي اسمه في 3 بيشتغل على مين؟ على الداي اثار جلس ويعمل منها كوستر جلاندن اللي بيعمل لي ميديت ميني لوكال افكت. طب ال V2 من خلال الجي بروتين كابل ريسبتور هيعمل ايه؟ ويستيميليت ادناين سايكليز اللي هيزود لك
الفايبريد ايه ام بي. يبقى ده في اي مكان سموث ماسل هيعمل فيها كونتراكشن ده هيعمل فازو دايلاتيشن ده بيدي باور بيقل لي حجم مكان حاجه سايكل فين ده اللي هو بيجي لكم فاشل. خلي بالك لو جاي سؤال في الامتحان سؤال صغير كده discovery and action of ADH receptor. طبعا المحيط هنسمع منها اللي يكتبلي 1 2 3 هنتابع كده ايه بقى في الانترودكشن ايه هو الفوسفولايبيد بيشتغل ازاي وازاي السولفايبوسفير وهي كام ريكورد وكام موجود السولف فين وتوصل. الناحيه الثانيه الفوستر جاند ده من خلال ايه؟ الدرق اسامي الجسر لان الفوستر بتاع اسمه ارجيدونيك اسيد بيصنع منه الفوستر جاند بيقول بالتفصيل. اللي بنعمل سايكل ايه؟ بيزود سايكل ام بي ويش اكتيفيت مني انزايم عن طريق اللي هي البروتين جايز اللي موجود جوه السايكل. يبقى تكتب دي بالتفصيل من الانترودكشن مش كده بس صح صح صح. What are the physiological function of ADH. What are the physiological function of the ADH? بيعمل ايه ADH? What are the physiological function of the ADH? صح بقى معايا. ال ADH له effect renal and extrarenal. صح بقى معايا. الرينا ايه اللي هو كده؟ مفيش الا حاجتين مفيش الا رينا تريبيون يبقى رينا تيوبولار سيستم وشويه بلاد فيزل رينا فاسكولار سيستم. يبقى جوه كده هنشوف دلوقتي مفيش الا حاجتين شويه رينا تريبيون وبلاد فيزل يبقى عاملين التيوبولار سيستم وعاملين الباسكولار سيستم. اكسترا رينا هيشتغل على الاكسترا رينا باسكولار سيستم وهيشتغل عليه من خلال الاسترس. يبقى ده الفانكشن بتاع الايجيشن. ونتعود دايما في الامتحان ويجي سؤال للشورت كويشنز تحط الهيد لاين الهيدنج بتاعك ما يبقاش الكلام كله سايح على بعضه فين اوله وفين اخره. انا بشوف بوينتس عايز 4 بوينتس مهمين جدا وكل بوينت اقراها يعني بص هيكون داخل في بعضه قصه ومستقطع يظهر وبعدين يكبر ويظهر تاني ويكبر تاني ارسال. تبص تلاقي واحد مره بيتصرف ورقه مهمين جدا قوي يكتب السؤال وعين السؤال خط صغير وعين يكبره وبعدين السطر التاني نفس السؤال هو نفس السؤال نفس السؤال وقت سيرفيس وعشرة كيسة كبر الصوت قوي وبعدين يصغره والسؤال اللي بعده هو نفس السؤال وهي كبار وصغار وهي صغار وكبار ويبقى الكوت من هنا السؤال يكبر ويصغر ويكبر ويصغر ده ايه؟ وات از لوكيت اوف اكشن او بي اي بي اتش ريسبت معاك يا فل فل ماشي خلي بالك. اوكي الاكشن بتاع الكدني على الكدني هو ايه اللي موجود في الكدني؟ صح معايا بقى كده هتاخدوا ان شاء الله في الكدني السنه دي هتقعد في الباشا الفاتح هتقعد في الباشا انا متاكد حتى قبل الامتحان بيوم كتبتوها هتاخدوا المعرض المعدي قدام المدرجات هناك كده سنه ثالثه جنبيين بياخدوا الجزء بتاع الدراكس اكتر عن الدوكاين سيستم ريبسون بيسالهم خدته في سنه ثانيه خدته الجروس هرمون بيشتغل ازاي والسنتيتك ده اسمه ايه وبيعمل ايه عضلات الجلوكوز وكده ده كنت انا معاك قدام فضلت الراس كده ايه خدت على ايه ده يا صيع ايه المهم في الكيدي الكيدي مكونه من فانكشنال يونتس هذه الفانكشنال يونت اسمها نيرف معايا. في كل خلية في كل كدني في حوالي 150 مليون نفر. يبقى الفانكشن يونت اوف ذا كدني از نفر. مكون من
corbatal and minor tubules. ايه مين الكوباتر دي؟ بهذا المنظر كده عبارة عن ادي الفيلور جاي الدم لحاجة اسمها هنا دي اسمها جلوميرولس. ايه الجلوميرولس دي؟ دي عبارة عن كتير بيت الفيلور جاي الدم اسمه افرنس الفيلور والفيلور شايل الدم اسمه افرنس أفريون. هذه الجلوميرولس اللي هي عبارة عن كابيلرز بتبقى امبيدد في حتة وسعها كده اسمها باومانز كبسول. باومانز كبسول ركز معايا. بيسموا الجزء ده كله كده المينا كوباشر. ايه اللي بيعمل فينا كوباشر؟ الدم جاي في الأسفلت أنتريور بضغط عالي على الكابيلر اللي مليانة فوق فتحات بريشر عالي هنا وهنا في فتحات يحصل ايه؟ يعدي كل حاجة موجودة جوه البلاط ما عدا حاجتين ايه هما؟ عند أي كابيلر كله يعدي ما عدا حاجتين. أولا السنس ده بين بلاد كورباسل بلاد بلاد سيلز والبيت. تاني حاجة السيلز البلازما بروتين يمضي كل حاجة مية صوديوم بوتاسيوم ويست برودكت يوريا يخشوا جوه هنا عند فينا تبيول بتقسم الى ايه؟ أول حاجة بروكسيمال تبيول دي أول واحدة لوب وفينل الثانية ركز معايا and distal tubule. الحتة دي من distal tubule والحتة دي من distal tubule. نسمي الحتة دي ايه؟ دي الايرلي distal tubule دي سميها late distal tubule. الديستال تبيول بعد كده تتجمع مع بعضها وتعمل كوليكتنج تبيول. تعمل كوليكتنج تبيول. ودي كوليكتنج تبيول كوليكتنج تبيول جبتهم ليه مرتين؟ ركز بقى معايا. ده على الكدني بهذا المنظر. الحته دي من الكدني اسمها ايه والحته دي اسمها ايه؟ اي اورجان في الدوري الجزء الخارجي اسميه كورتكس والجزء الداخلي اسميه مدمر. يبقى انا عندي هنا ليه تسديون ركز معايا بعدها كولكتنج كورتيكال تبيول في الكورتكس خش جوه اكتر ميدالي كولكتنج تبيول. هيشتغل الاي دي اتش على فين؟ هناخد دلوقتي في الكدني على مين؟ على رينال تيوبولار سيستم. خلي بالك حوالين كل هذه التبيول في عباره عن ايه؟ في بلاد فيسلز. الحاجات اللي هنعملها ابزوربشن هتخش هنا في الانترستيشن ومنها تخش على البلاد فيسلز في زيرو سيركيليشن. بمعنى خدت هنا عملت ابزوربشن للووتر الووتر هيعدي من هنا من جوه اليومن يخش على الانترستيشن ومنها على البلاد جينرال سيركيليشن. اولا على مين التيوبولار سيستم هيشتغل الاي دي اتش على مين؟ من خلال الفي 2 ريسبتور. من خلال الفي 2 ريسبتور. هي بتعمل الفي 2 ريسبتور؟
الجامد بكلمة واحدة السايد الام بي يعمل ايه؟ هنشتغل على كم مكان؟ ثلاث اماكن بالتفكيك مين هما؟ الليت تيستر ديون نمبر 1 نمبر 2 كورتيكال كوليكتيف ديون نمبر 3 ميدالا كوليكتيف ديون هنشتغل على كم مكان؟ الثلاث اماكن دي يعمل فيهم ايه؟ هتكبر واحده من هذه التبيون وهقسم هذه الرسمه. ادي عندك التبيون بهذا المنظر. ده البلاد فيزل وده اللي احنا بنسميها انتر ستيشن. نازل عندك في الليت ديزرت ديون والميدالر والكورتيكال كوليكتيف ديون نازل عندك ليرو مليان ميه وبوتاسيوم وويست برودكت. الحاجات المهمه هعملها في ابسوربشن والحاجات السيئه هسيبها تنزل بعد كده في الاخر تنزل في اليورين. من خلال ال V2 receptors present in the late distal tubules in the cortical collecting tubules and medullary collecting tubules يعني ايه؟ هذه هي مينا تشوفها في سن جواها في كيان صغيرة. احنا قلنا قبل كده البودي يعني ايه باللاتيني؟ ستروما. دي حبيبات اجسام بودس موجودة جوه السن فيسموها ايه؟ جوه يعني اندو اسمها اندوزورس جزيئات او اجسام جوه السن. هذه الاندوزورس تحتوي على بالمنظر ده كده شرطتين اسمها ايه دول؟ ووتر شانلز او بيسموها اقوى بورين تو جوبين وان دوكا دوماندي وان ارضي اقوى بورين وان دي اقوى بورين تو موجودين من دول موجودين جوه هذه الاندوزوز يعني ال اي اتش من خلال ال في تو ريسبتورز increasing cyclic AMP يدي باور قوه تعمل ايه؟ تعمل حاجه اسمها ترانس لوكيشن يغير اللوكيشن يغير المكان ياخد الاقوى بوريد 2 او اللي هي الوتر شانل من الاندوزومز ويعملها انسبشن فين؟ في السيل ميمبرين. خلي بالك يمين وشمال مش يمين بقى ناحيه اليمنى ناحيه اليمنى وناحيه البيت يعمل انسبشن اوف ووتر شانل اقوى بوين 2 في سنن بريك. ايه اللي يحصل؟ ووتر والباس اولا فين؟ انتو ذا سن زن تو ذا انترستيشن. هذا الووتر اللي اتسحب بناء على ايه؟ في حاجه مهمه جدا ان شاء الله افتح جميع فتحات الوتر لا يمكن هيعدي الا في حاله واحده بس ايه هي؟ عايز واحد جينيس واحد او ستاندي ما حصلش واحد ده معاك يا ربي واحد ريباكابل يعني ريباكابل يعني بلد عليها. ايه اللي يخلي الميه تعدي من اليوم بتاع تبيون الاندرستيشن؟ فتحتها البوابه. ايه يا ابني البوابه؟ لازم يكون عندي هنا ايه؟ عندي هاي اوزموتيك بريشر يعني بمعنى اصح ان الميه هتعدي اكوردنج تو ذا اوزموتيك بريشر. هنا عندي ملح كتير عندي صوليوم كتير تسحب الميه. خلي بالك اول كلمه ضغط عليها
anti-diurnals. Diurnals يعني كناس بيلا لارج بوليوم اوف يورين. Anti-diurnals يمنع نزول الميه في البول، يعني يقلل حجم الايه البول. يبقى ركز معايا، الوتر مش معدي الا اذا كان هنا في هاي اوزمولاريتي، في هنا سوليوس موجود في هذه الانترستيشن يسحب فيها الميه. ركز بقى معايا، الكلام ده حصل فين؟ في الثلاثه البيول اللي هم ليت سيستم كورتيكال كولكتنج اند ميدالا كولكتنج بيوز. لما تحرك الميه في الليت سيستم دو سمو واحده واحده هيحصل ايه في تركيز السوليوس عند الكورتيكال كولكتنج والمدار الكوليتي بيوز؟ يحصل تركيز السوليوس اللي هنا هيحصل فيه ايه؟ سحبت ميه هيزيد التركيز بتاعها. هناخد ان شاء الله او هتقعد على نفس السيركيليشن في هرمون اسمه اردوستيرون. ده بيعمل ايه ده؟ بيشتغل على الديستال بارت اوف ذا ليفر، يعني بيشتغل على البوست ده كله من اول الميد ديستال لغايه الاخر. بيعمل ايه؟ بيرجع صوديوم بيابسوربشن اند بوتاسيوم سيكريشن. ليه؟ انا عندي الصوديوم ده مهم جدا، ده موجود في الدم بيصحى مع الميه فيحافظ على البلاد بولي، عشان كده تركيزه في الدم 145 ملي كوبر. لكن البوتاسيوم فيري دينجرس، ده مستواه كام في الدم؟ من 3.5 ل 5 مللي كوبر. ده لو زاد بس ال 8 يعمل افيزيا في الهارت، ولو وصل 11 ممكن القلب يقعد من الفايبريشن. فدايما بنرجع الصوديوم ونتخلص من البوتاسيوم. ايه المشكله اللي هتقابلنا لما دخلنا ميه؟ واحده واحده. هيحصل ايه تركيز البوتاسيوم؟ هيزيد البوتاسيوم. ليه؟ بتسحب ميه. لما يزيد البوتاسيوم في اليوم هل الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي بترجع الصوديوم وتتخلص من البوتاسيوم هتعرف تشتغل؟ ليه؟ This high concentration of potassium in the urinary fluid will antagonize هتمنع البوتاسيوم سكريشن. سبحان الله، مفيش مجال للخطر. هو مين اللي عمل الغلطه اللي زود البوتاسيوم؟ مين عمل الغلطه؟ الميه اللي دخلت تحت تاثير مين؟ الاي دي اتش. الاي دي اتش انا عارف عملت غلطه ايه؟ انا دخلت ميه. سوري. هيجي على هذا البامب ويستيميليت بوتاسيوم سكريشن باي ذيس بامب. ليه؟ عشان يتخلص البوتاسيوم اللي انا بخلصه في الوقت العادي. عشان عندي هنا فيري هاي ليفل بوتاسيوم، فانا بسوق البوتاسيوم اجينست فيري هاي كونسنتريشن فين؟ جوه اليوم. فزيد اي دي اتش ويستمريت بوتاسيوم سكريشن. ليه؟ تو بالانس ذيس افكت، عشان يصلح هذا الخطر. يبقى البلد كده الاي دي اتش لما سحب ميه اساسا من الليد ديزل ديون خلى البوتاسيوم كونسنتريشن في اليوم بتاع الكورتيكال والمدار الكورتيكال بيوت عالي جدا. لما تيجي على دي تقول له خلص البوتاسيوم تعمل له سكريشن تحط جوه اليوم عشان ينزل البور تلاقي قدامها ايه؟ هاي بوتاسيوم ليفل، فتقدر انها تضخ هذا البوتاسيوم ما تقدرش، فيعمل ايه الاي دي اتش؟ الغلطه اللي عملها انه زود تركيز البوتاسيوم صلحها بايه؟ انه يستمرين بوتاسيوم بامب عشان يعمل ايه؟ to stimulate potassium secretion against high concentration of urea in potassium. So balance this effect. مش مجال الخطر. ده أول خطر. إيه الخطر الثاني على بسمة؟ إيه الخطر الثاني على بسمة؟ يبقى الـ ADH سحب مية فخلى البوتاسيوم تتركز. إيه الخطر الثانية؟ اليوريا. كل ما أسحب مية من الريتس اتريبيوت يتركز البوتاسيوم واليوريا
سحبت ميه من الكورتيكال كوليكت اخذ المنتبه اخبار اليوريه ايه؟ اللي هي ويست برودكت ياخد ايه؟ تركيزها عالي جدا اليوريه دي ويست برودكت لكن الكلى جميله جدا بتعمل من الفسيخ شربات ازاي؟ نخش على الثالثه، الثالثه مين بقى؟ الهرمون الاولاني اللي هي الدلتا تيبيون كورتيكال كوليكت بتاعت البوتاسيوم ميدالي كوليكت تيبيون يعمل ايه هذا الاي دي اتش؟ وال من خلال الفيديو ريسبت والانسرت حاجه اسمها يو تي 1 يوريا ترانسبورتر 1 فتعمل ايه يوريا ترانسبورتر 1؟ والترانسبورت يوريا اجينس ولا ويز ذا كونسنتريشن جريديانت؟ ويز كونسنتريشن جريديانت هتدخل اليوريا اللي تركيزها عالي جدا جوريا تديوز فين؟ بس فتحتها السك عشان اليوريا تقعد فين؟ تقعد في الانترستيشيا ولما تقعد في الانترستيشيا هذه اليوريا هتعمل ايه؟ will help more water absorption from the late distal cortical and medullary collecting tubules. يبقى الكاميرا قدامه لسه عندها ان الميه لا يمكن تعدي الانترستيشن الا بوجود هاي اوزمولاريتي اوف ذا انترستيشن. مين اللي عمل الهاي اوزمولاريتي؟ اليوريا اللي هي ماده فيري توكسيك، ماده سيئه جدا. انا هاخد هذه اليوريا واحطها هنا اكنها سوليوس حاجه دايره في الميه وتفضل موجوده جوه الانترستيشن تعمل ايه؟ والانكريز ذا اوزموتيك بريشر اوف ذا ميدالر انترستيشن هيلبينج مور ووتر ابزوربشن اكوردنج لمين؟ للكونسنتريشن جريشن. يبقى الاي دي اتش بيشتغل على من خلال الفي 2 ريسبتور على ثلاث اماكن في الريبيوت ليه تبدا تديون بالترتيب؟ كورتيكال كوليكتين بدل كوليكتين تديون على الثلاثه مع بعض بيزود الوتر ابزوربشن من خلال ترانس لوكيشن اوف اكوا كورين 2 ووتر تشالنج فروم ذا اندوزوم تو ذا سيل ممبرين هيلبينج ووتر ابزوربشن اكوردنج تو ذا كونسنتريشن ليفل نمبر 1 نمبر 2 از ا ريزلت اوف ووتر ابزوربشن في الكورتيكال كولكتنج ديوت البوتاسيوم كونسنتريشن ان ذا يورينري فلويد اليوم يعني ويل بي انكريز ذيس اندرلاين بوتاسيوم سيكريشن تو كوريكت ذيس افكت اي دي اتش ويل ستيبليت بوتاسيوم بامب تو بالانس ذيس افكت. نمبر 3 انت تحت في الميدالي كولكتنج ديوت از ا ريزلت اوف ووتر ريابسوربشن يوريا كونسنتريشن will be increased. ال ADH will induce insertion of urea transporter 1 helping urea absorption to the interstitial keeping the osmolarity of the interstitial heart اللي بتعمل ايه؟ which help water absorption. تخيل انت بقى لو انت قلتها بعكس دخلنا يا فندم عملت بوتاسيوم بامب بوتاسيوم بامب الله يخرب بيتك عشان ايه؟ هو في تقريبا لا هي سيكونشن كل خطوه تحصل ايه الخبر اللي حصل فيها؟ يصلح. طب اللي بعدها عملت الخطا زودت اليوريا اصلحه واستغلت هذه اليوريا اللي هي ويست برودكت عشان تعمل مور ووتر بيابسوربشن فروم ذا ديستال بارت اوف ذا نفر في كل حته اخيره من الجسم. ده على الرينال تيوبولار سيستم. طب على مين الفاسكولار سيستم؟ يعمل ايه؟ من خلال البي 3 ريسبتورز هي تعمل البي 3 من خلال البي 3 ريسبتورز اللي بتطلع البروستات جلاند البروستات جلاند الاي 2 يعمل فازو دايلاتيشن. طب عشان ايه؟ تو سموك صحراء. بعد دقيقتين اقول لك هنا ان الـ ADH على كل الابيوز اللي في الجسم من خلال الـ B1 اللي هي زياده الكالسيوم يعمل ايه؟
يعمل فازو كونستريكشن، لما يعمل فازو كونستريكشن يعمل ايه في البريشر؟ يزوده. لو عملنا فازو كونستريكشن في الكدني، هل في دم هيوصل للكدني؟ هل الكدني هتشتغل شغلتها الطبيعيه انها تعمل فلتريشن لهذه الضغط؟ ما انا عملت فازو كونستريكشن مش لما اوصل لها. لا يمكن ربنا يعمل حاجه عشان تاذي بيها الانسان. فيعمل ايه؟ يعمل جنرالايز فازو كونستريكشن من خلال الجي 1 ويعمل ايه على الكدني؟ من خلال البي 3 ريسبتورز يعمل فازو دايلاتيشن باي بوستر جلد. عشان نعمل ايه؟ قفلنا كل الافيريورز وفتحنا بتاع الكدني، وبالتالي من جين رينال برفيوجن خليت الكدني شغال طبيعي والدم وصلها طبيعي. وده بنسميها ايه؟ ال ADH عمل فازو كونستريكشن لكن طلع بروستات جلد اللي هتعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن. فنسميها ايه؟ ان ال ADH بروستات جلد سنسر will cause what we call local negative feedback. يعني ايه local negative feedback؟ ال ADH بيطلع اللي بيعمل فازو كونستريكشن بيطلع بروستاجلاندين اللي ينهمل الفازو كونستريكشن، فنسميها مش نيجاتيف فيدباك، لوكال. ليه لوكال؟ بس على الكدني بيعمل عليها فازو دايلاتيشن تو مينتين رينال بريفيوجن. يبقى على مين الفازو كونستريكشن؟ من خلال البي 3 ريسبتور بيزود البروستاجلاندين فازو دايلاتورز اللي اسمها اي 2 تو بروديوس لوكال فازو دايلاتيشن. This is called ADH prostaglandin access which causes a local negative feedback. It maintains renal perfusion with blood عشان يحافظ الكلى اللي جيلها دم طبيعي عشان تعمل its performance of action اللي هو عباره عن filtration of the blood. ده على مين الفاسكولار سيستم؟ طب على الاكسترا رينا يعمل ايه؟ على الاكسترا رينا، على الاكسترا رينا قسمناها جزئين، على الباسكولار سيستم، على الاكسترا رينا الباسكولار سيستم، ومياها في وسط الكلام من خلال البي 1 ريسبتور. يرتبط البي 1 ريسبتور بيزود لك الانتوبيلر كانسر. يعمل ايه على سبورت ماتر باكتيريولوجي؟ يعمل فازو كونستريكشن، ولما يعمل فازو كونستريكشن يرفع البلاد بريشر ان كيس اوف سيفير بلوك زي ما قالت الهيمرج. بس خلي بالك في حالات الهيمرج هتبقى سيرفيس السيركيليشن ككونفرساتوري ميكانيزم للشوك. مين اول واحد بيتحرك بسرعه؟ اللي هي الريمن انجيوتنسيف ادستروم سيستم. ده نوع واحد. نوع اثنين يشتغل السمباتيك. يعمل ايه السمباتيك؟ يطلع نوع ادرينالين بتعمل لي فازو كونستريكشن. رقم ثلاثه يطلع ال اي دي اتش او الفازو بريسيد. يبقى على مين الفازو سيستم؟ والبروديوس من خلال الفي 1 ريسبتورز انكريزنج انترسيلر كالسيوم intense vasodilation constriction in case of drop of blood pressure as in hemorrhage. However, mean number one بيشتغل renin angiotensin system, number two a sympathetic nervous system, and number three mean a vasopressin. طب في حالات الستريس، حالات التروما، واحد اتخبط، حالات البي، يطلع ال ADH والنهر يعمل ايه؟ يطلع الـ ADH بس من خلال السوبر اوبتيك، من خلال الفرق الفنتيكا. يطلع في ايه؟ يبقى كورس كريتس مع الكورتيكوتروبين اللي هرمون. يوصلوا الانتيريو بيتوتري كورتيكوتروبس. يعملوا ايه؟ الكورتيكوتروبين هرمون
stimulate the release of ACTH from the corrupted growth. So when ADH, من خلال ال B3 يعمل ال B3 ده يعمل vaso dilatation لل blood vessel supplying ال corrupted growth. فيعملها stimulation فتعمل ايه؟ تطلع more ACTH يطلع more cortisol يعمل salt and water retention which antagonizes the stressful condition. فيزود لك blood glucose level يزود لك blood pressure أكنه بالضبط مين زي الكورتيكوتروبين بليز هرمون. يبقى في حالات الستريس زي التروما واحد خبط أو في حالات البين يطلع الـ ADH كورتيكوميديز مع الكورتيكوتروبينز هرمون بيطلعوا منين دول؟ من البارا فيتيكال نوكليار عشان سوزا هايكو سلام وهايكو بزيان فوق السيركيليشن استمرير ذا انتيريور بيتيوتري كورتيكال جروث تطلع مور اي تي اتش مور كورتيزون وسوبر كورتكس تو انتاجونايز ذا ستريسفول اي كونديشن. What are factors which control an ADH secretion؟ ايه هي العوامل اللي بتأثر على الـ ADH secretion؟ What are factors which control ADH secretion؟ أنا بقول بالعكس، إيه الحاجات اللي بتزود الـ ADH secretion؟ Control of ADH secretion. في several stimuli stimulate an ADH secretion and many stimuli inhibit an ADH. ده من خلاله بيشتغلوا على مين؟ بيشتغلوا على السوبرا اوبتيك نيوكليار. نمبر 1 اول حاجه تزود الايدج سيكريشن انكريز بلازما اوزمولاريتي. يعني ايه انكريز بلازما اوزمولاريتي؟ يعني العيان عنده هايبر اوزمولاريتي. يعني ايه هايبر اوزمولاريتي؟ بالبلدي كده يعني عنده ملح زيادة بالنسبة للمية. فإيه اللي يحصل؟ Just 1% increase of plasma osmolarity هتزود ADH more than twice. أكثر من 100% increase في ADH just لما أزود plasma osmolarity 1%. طب إيه الميكانيزم of action؟ إزاي تشتغل هذه البلازما اوزمولاريتي؟ ركز بقى معايا الحته دي اصعب حته اقولها النهارده. ازاي البلازما اوزمولاريتي بتزود الايدج سكريشن؟ هنمسك ادي الهايبوثالامس ودي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اوزمو ريسبتورز موجوده فين؟ في الانتيريور بارت اوف ذا هايبوثالامس. اصعب بقى معايا ودي عباره عن السوبرا اوبتيك نيوكليار. لما يزيد البلازما اوزمولاريتي ويستيميليت ذا اوزمو ريسبتورز موجوده فين؟ في الانتيريور بارت اوف ذا هايبوثالامس which will send the impulse to stimulate an ADH synthesis and secretion from the supraoptic nuclear. لغايه دلوقتي الموضوع ده ولا بيصور؟ لما يزيد البلازما اوزمولاريتي تشغل اوزمو ريسبتورز اللي خدتهم مع الدكتوره امام في سي ان اس تعمل ايه؟ الاوزمو ريسبتورز بحيث ان في زياده في الاوزموتيك بريشر زياده في الملح اللي في البلاد تروح بعد امبلس تشغل بيها سوبر اوبتيك وده يا سوبر اوبتيك زود السنسيتيف وزود الريليز. قلت لهم حاضر يا فندم زود السكريشن والريليز ده هيطلع فين؟ في البوسيبيتي. لغايه دلوقتي ماشيه مش تصور ازاي الاوزمو ريسبتورز يبقى ستيميليتد. ركز بقى معايا وصحصح قوي في الحته دي. هي الاوزمو ريسبتورز عباره عن ايه؟ دي حته من الهايبوثالامس حته من السي ان اس عباره عن نيورون قلب نيورون.
لما يزيد البلازما اوزمولاريتي لما الماتش يزيد بره يحصل ايه؟ استثني لسه انا شايف سرحان زاد الماتش بره الخليه يعمل ايه؟ والهيلث او الفلو اوف ووتر يطلع ميه عامل ماتش زياده كتير جدا يعملوا ايه؟ والهيلث او الفلو اوف ووتر من خلال فتحات اللي اسمها ووتر شانلز. طب عامله زي الخليه؟ عامله زي الخليه؟ حصل لها شرينج انكمشن. بصوا بقى انكمشت ازاي؟ انا هرسمها هتفهموا الرياضات من غير ما اتكلم. طلع ميه من الخليه فالخليه دي انكمشت. بقت شرينج. لما بقت شرينج هذا المنظر شفاطر منها المية زيت من الاستمرار ذا اوزبور وزيرته تعملها ديبولاريزيشن فتشغلك السوبر اوف انتوفيا ازاي؟ ازاي لما السيل بقت شرينكج بقت شرانكر عامل ديبولاريزيشن واحدة واحدة في سؤال محدد وعايز إجابة واضحة يا أبيض اكسر يا كلام برافو عليك مين مساحته كسل من برين أكبر دي ولا دي؟ تمام ايه اللي حصل؟ لما عملتها لو قلتها كده زي مثلا جي دي وسته دي كروش تخليه معاه ياخد مش كده مش قليل مش كبير طبعا كبر كده لما عملت شرينكج لهذه السيرمبرين السيرمبرين زاد في اللمس حصل له ستريتش عندك هنا حاجه اسمها ستريتش ان اكتيفيتد كاتاليك شانل هذا الاسترتش ينتفيك الجبال الشاني والبي اوبر امتى؟ لما حصل الاسترتش للسلم البريد مين الالم الموجود بره السلم؟ اسمه صوديوم لما عملت استرتشنج لهذا السلم البريد ايه اللي حصل؟ القطاعين اللي اسمه ايه بالدلع اسمه صوديوم والانفلو كودينج ديبولاريزيشن ولما يحصل ديبولاريزيشن will send impulse which will stimulate the superior cortex super optic nucleus معنى كده ان انا عندي السلم البرين بقى ثلاث انواع من الشانلز فولتج جيت شانلز لما يتغير الفولتج يفتح ليجن جيت شانلز لما ينزل عليها الليجن يفتح اند ستريتش انكتيفيتد كاتالي شانلز لما يحصل ستريتش او زي من بريد تفتح بل عندي ستريت اب تشانل مش اثنين في ولا في غير يبقى لما حصل انكريز اوف بلاد واحده واحده زيت من كوز او فلو اوف ووتر اوت اوف ذا اوزمو ريسبتورز ثرو ووتر شانلز زيت من ستيميليت ذا ستريتش ان اكتيفيتد كاتاليك شانل ليدنج تو صوديوم انفلو depolarization and stimulation of the supra-optic nuclei to increase synthesis and release of the hormone. Come on. Number two. Decrease plasma volume. Hypovolemia. لازم على الأقل 10% من البلازما فوليوم يقل to increase in its secretion. طب ازاي الجسم يحس ان البلاد فوليوم قل كانت السنه اللي فاتت من خلال تو ريسبتورز يا هما حاجه كده وحاجه كده ديكريز بلاد فوليوم هايبوكوليميا والاستثناء حاجتين نمبر 1 لما يقل بلاد فوليوم اخبار بلاد بريشر اخباره ايه؟ الدم راجع لك الدم بقاله قليل الضغط قليل
И это мельчает нам бабан. Стимулирует от такого стайна с бабу сердца. А ты один пост автор, вот буду сердца, у тебя один пост нит. Если он проводит дело, то я рею. И если он проводит друзья, то заудили эти стимулирует. Намбаван. Намбату. Мельчает, я не стимулирую, но пошел на сердце. Или если я отец, я на боли он на сердце. Это будет видеть. موجودة في الواحد ولاد الاتريا وموجودة في البيت صورات البيت. لما يقلب بلاد بوليو هتبعت انفاس يطلع اي دي اتش فور ذا سوبرا اوبتيك نوكليار. يبقى تاني فاكتورز يطلع اي دي اتش اللي هي اسمها ايه؟ اسمها ديكريز بلاد بوليو هايبر بوليو. رقم ثلاثة قلتها استرس. اثناء الاسترس بيطلع الاي دي اتش زي ما قلنا كورس كبير بتاع الكورتيكوسبينيز الهرمون عشان يزود لك الكورتيزون البلاد بولو. عشان كده الناس يا جماعه كان عندي حاجه بسيطه جدا قوي ضغطها زي الفل راح تعمل عمليه كعينها كذا مره بيضا خشوا في العمليات يزورها ضغط يقولوا 200 عليها 20 يديوها على فيها ويزور الضغط في التعليم تجيني اسلاب ضغط 120 على 80 زي الفل يقولوا بنات بيقولوا ايه؟ وخلوهم تاني يوم خشوا العمليات من السيرس 200 على 120 ردوا على فيها وخلوهم تاني. هل اديها دواء ضغط ولا لا؟ دكتور ماشي على مين؟ المعلم اديها ايه؟ اديها دواء مهدد. تبص وقت العمليات النبي يقول لك ايه؟ كنت راجل يا ستي كنت عمليات عمليات يعني ايه؟ عارف يا ستي انتهى ليك ديش كانوا ليه؟ لان الاسترس بيزود البلاد بريشر ايفن حتى بعد العمليه ممكن يفضل الاي دي اتش ريليز بالاسترس ويزود البلاد بريشر. رابع فاكتور بعض الدراسات زي النيكوتين الموجود في السجاير زي المورفين اللي بتشربه زي الاستيركس تدوير التهدير زي الترانكلايزرز بعض بعض المهدئات بيزودوا الـ ADHD. طب ايه اللي نعرف الـ ADHD؟ اعتذر. ديكريز بلاد بولز بولاريتي. عندك ما حواليك ميه كتير. نمبر 2 انكريز بلازما بولو. نمبر 3 الفا ادنرجيك ادرس. يعني ايه الفا ادنرجيك ادرس؟ كتير ازاي؟ ادرس يعني نعم. الفا خلال سيشن الالفا ادينرجيك ريسبتور. الالفا بتعمل ايه؟ الفا 1 بتعمل فازو كونستكشن. لما بيطلع البريشر هنطلع اي دي اتش يبقى نجيب اي دي اتش. اخر حاجه طبعا انت عارفها كويس جدا اسمك ايه؟ محمد طبعا حافظ الكلام ده كويس جدا. اسرائيل اكبر كحول يعمل ايه كحول؟ انهبت الاي دي اتش. ركز معايا لما انهبت الاي دي اتش يحصل ايه؟ يقل الـ ADH فيزيد النيورين فوليوم. فالناس اللي عندهم حصوة في الكلى وعايز يزود الـ ADH يا محمد ياخد رسالة أكبر جنب الغرض.